يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ومنجي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وحجة الله على العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس، استقبلنا قبل أيام عاما هجريا جديدا، وهذا يذكرنا بحدث تاريخي عظيم، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة المباركة التي نستقي منها العبر والعظات والدروس والتوجيهات. فمن دروس الهجرة أيها الأحبة أن الله تعالى ناصر نبيه ورسوله إن تخاذلنا وتثبطنا وتكاسلنا عن نصرته، كما نصره ليلة الهجرة. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ومن رسائل الهجرة الثقة التامة بنصر الله ووعده مهما اشتد الكروب وعظم الخطوب، واليقين الجازم بأن الله مع جنده بالنصر والتأييد والعز والتسديد. قال جل وعلا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أخي الكريم، لا تيأس من روح الله ورحمته، ولا تقنط من نصر الله وتأييده، فكلما ضاقت الحلقات وحلولكت الظلمات قرب فجر الفرج. فلما حاصر كفار مكة دار الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، أعمى الله أبصار المحاصرين وخذلهم ونجى نبيه وحماه. قال عز من قائل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن عبر الهجرة إخوة الإيمان أن كيد الأعداء ومكرهم ضد الحق وأهله باق ومستمر. قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بل أخرجوا أصحابه أيضا. قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهكذا أخرج أهل الحق من بلادهم وأوطانهم عبر العصور لتمسكهم بالحق. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. معشر الموحدين، عظم التضحيات التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة ونشر الدين لهي من أهم رسائل الهجرة. فقد هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تاركا مكة مسقط رأسه وموطن نشأته، وبها ذكريات طفولته وصباه. وكم كان حنينه وشوقه لما قال صلى الله عليه وسلم لمكة: والله إنك لخير أرض الله وحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت.
رواه الترمذي وابن ماجه. إخوة العقيدة، وإن من توجيهات الهجرة حسن اختيار الصحبة، فكما قالوا الصاحب ساحب، فقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم خير أصحابه وأعز أقرانه أبا بكر رضي الله عنه ليكون رفيق هجرته وأنيس سفره. قال الحق جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار. أيها المسلمون، ومن دروس الهجرة التخطيط الدقيق المتقن قبل العمل. فقبل الهجرة تم اختيار راحلتين قويتين للسفر، واختار صلى الله عليه وسلم خبيرا بالطرق ليسير بهما في طريق غير معهود، كما كان من خطته صلى الله عليه وسلم الخروج أولا نحو الجنوب عكس اتجاه المدينة إلى غار ثور لتمويه الكفار. وانتخب صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما ليراقب تحركات قريش، وأوكل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مهمة الطعام، فكانت تأتيهما ليلا بالطعام إلى الغار، كما أوكل إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه مهمة إخفاء آثار أقدام المترددين على الغار. فما أحكم ذلك التدبير وما أتقن ذلك التخطيط. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا. أما بعد، أمة الإسلام، حقيقة الهجرة ترك المعاصي وأهلها، فقد أمرنا الشرع بهجر أنجاس الذنوب والآثام، قال سبحانه: والرجز فاهجر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري. كما أمرنا الإسلام بهجر أصحاب المعاصي، قال جل وعلا: واهجرهم هجرا جميلا. ولا تنسوا أيها الكرام صيام عاشوراء. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه الترمذي وابن ماجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.